كرم، وإن شاء الله ضمن فقرة نقاش صحي راح نتعرف على معلومة جدا مهمة ممكن تبادر إلى أذهان أولياء الأمور في وقتنا الحاضر، وخاصة يعني بدورته التاسعة والعشرين في رياض الأطفال. في هذه الفترة تبدي الأمهات تنتبه إلى مسألة اللي هي ابني أصغر وغيره ممكن يكون أكبر من عمره، فتلاحظ أنه أني ابني صار أطول من أقرانه، فيبدي عندها قلق بهذا الموضوع أنه هل ابني هو بالفعل هو أصغر من أقرانه أم أنه عنده مشكلة هو أكبر من أقرانه. خلينا نتعرف على الطور الصحيح والنمو الصحيح لأطفالنا الصغار إن شاء الله مع الدكتورة المختصة بمسألة الأطفال الدكتورة سماها الوائلي. رحب بكم وأسعد الله صباحكم إن شاء الله بكل خير، وإن شاء الله صباح مبارك بأسبوع الولادة المبارك للنبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم. دكتور، خلينا نتعرف على أول نقطة اللي هي مسألة نمو الأطفال اللي خلي في بعض الأحيان تقف أولياء الأمور إنه يهتمون بالمولود منذ أول ولادة منذ الساعات الأولى، شلون أنا أعرف ابني يعني طوله صحيح ووزنه صحيح؟ طبعا الطفل أول ما ينولد طبيعي اللي ما كان أكو مشاكل أثناء فترة الحمل ولا أكو مشكلة بالولادة، ولادة طبيعية سهلة سلسة طبيعية أو قيصرية يعني، راح يكون معدل وزن هذا الطفل هو 3 كيلو تقريبا زائد ناقص فدرنج معين، بس غالبا هو 3 كيلو. بالنسبة للطول راح يكون 50 سنتيم. راح احكي يعني اعرج في التعرجه سريعه على الوزن وبعدين ارجع على الطول. اول 4 اشهر من العمر الزياده كامله تكون 3 كيلوات على اعتبار انه ياخذ 30 غرام باليوم، فانه يضاعف عندي وزن الولاده بالاربع اشهر، 3 و3 راح يصير 6. الاربع اشهر الثانيه راح يصير الزياده كيلوين 8، الاربع اشهر الاخيره من السنه الاولى الزياده تكون كيلو، فراح يصير يضاعف 3 أضعاف وزن الولادة 9 كيلوات. السنة الثانية كلها زيادة تكون ما بين كيلوين إلى 3 كيلوات. عمر ال5 سنوات 20 كيلو، عمر ال10 سنوات تقريبا 30 كيلو زائد ناقص فد كيلوين. احنا هسه يعني من هذا الأرقام راح الأم تخلي ببالها إذا كان وزن ابنها أو بنتها طبيعي. نعم لطيف. بالنسبة للطول قلنا وزن عفوا دكتورة قبل تنتقلون للطول، الوزن هل انه الطفل اذا اجى باي وزن معين هو صحي هو طبيعي، مثلا اللي يجي كيلوين ونص مثل اللي يجي 4 كيلوات؟ لا اكو فرق طبعا. اكو قلت لك عوامل اثرت بالحمل، اكو عوامل وراثية، هذه كلها تأثر على نتيجة الحمل بس كلها طبيعي الطفل. بس احنا عندنا من كيلوين ونص الى 4 تقريبا طبيعي. نعم. بس عامة يطلع هو تقريبا 3 كيلوات 3 الا ربع. نعم. نجي على الطول، طول الولادة يعني اول ما ينولد الطفل 50 سنتيم. نعم. بالسنة الأولى يزيد 25 سنتيم، يعني من يتم السنة الأولى يوصل الطول إلى 75 سنتيم. جميل. السنة الثانية راح تكون الزيادة 12 سنتيم. نعم. السنة الثالثة راح تكون الزيادة 8 سنتيم. نعم. عفوا دكتورة المقاطعة، في حال كانت ولادة مبكرة لبعض الأطفال، نعم، أو في حال كانت الأم عندها مشاكل بالتغذية وانولد الطفل يعني وزنه يكون قليل، نعم، لما يخرج هذا الطفل للحياة هل الأم قادرة على أنه توصل طفلها إلى وضع طبيعي مثل اللي مولود طبيعي؟ طبعا تقدر طبعا، إذا كان المشكلة أنه ولادة مبكرة، نعم، أو عندنا ينولد الطفل 9 أشهر كاملة لكن وزنه أو طوله، نعم، قليل وماكو مشاكل ثانية يعني مشاكل خلينا نقول جينية بحيث مبينة على شكل الطفل، أكو فد، نعم، متلازمة خاصة مثل متلازمة داون، أو أكو فد نقص هرموني معين، أو مشكلة صحية مزمنة عند الأم. إذا ذني كلها ما موجودات وطفل انولد وزنه قليل، إيه ممكن تتجاوز مسألة نقص الوزن يعني بالتغذية. نعم. قلنا احنا بالسنة الثالثة ياخذ 8 سنتيم، بالسنة الرابعة ياخذ 7 سنتيم، من يكمل 4 سنوات يكون طول الطفل تقريبا متر وشوية. نعم. إلى عمر 9 سنوات الزيادة السنوية، وجدا مهمة معدل سرعة الطول جدا مهم، تكون ما بين 5 إلى 6 سنتيم. نعم. من بعد 9 ندخل بطور البلوغ. البنية تاخذ الطول بالفترة المبكرة من البلوغ، في حين الأولاد ياخذون الطول بالفترة المتأخرة من البلوغ. نعم. إلى أن يوصلون للطول النهائي. احنا عندنا، نعم، مشكلة بالطول هي أكثر من الوزن، إنه الطول يقيدنا عمر العظم.
كل ما تكون المراجعة مبكرة كل ما أنا أقدر أعالج يعني أعرف نعم. السبب يعني عفوا إيش قد العمر ممكن أنه تراجع الأم أول ما تحس الطفل. الأم نعم. أول ما تحس أنه الطفل مو مثل أقرانه هي نعم. تقول أنا ده أشوفه مو طبيعي أو مثلا تيجي شو تقول تقول دكتورة دي يلبس نفس ملابسه مالت العام وحتى مالت أول العام أو تقول دكتورة دي يتلابس هو وأخوه الأصغر منه بسنتين أو يعني ثلاثة يعني مدين مو بالضبط مدين مو فهنا أكون يعني عندي مشكلة واللي يوصلون مرحلة المدرسة الكادر التدريسي راح ينتبه على هذا الموضوع صحيح. يقول هذا أقصر واحد بالصف دي يتنمرون عليه التلاميذ اللي محيطين نعم. به نعم طيب هذا بالنسبة للأقصر عفوا المقاطعة عندنا مشكلة مع أيضا الأطول هذا الطول في بعض الأحيان الأمهات تتوقع أنه مدام ابني أطول من أقرانه بالمدرسة فمعناته أنه راح يزداد طوله وراح يصير يعني كل ما يكبر كل ما يزداد الطول نعم. هل فعلا أنه لما هو يكون أكبر من أقرانه لما يزداد عمره أيضا راح يستمر أم زيادة تكون راح تكون أقل هنا تعتمد على عدة عوامل نعم. أكو عوامل هرمونية أكو عوامل وراثية بهاي العائلة نعم. يعني هم هاي العائلة مثلاً إذا كان الأم طولها 170 أو 168 والأب طولها فد 185 إحنا عندنا متوسط المتوقع من طول هذا الطفل هو طول الأب زائد الولد طول الأب زائداً طول الأم زائداً 13 قسمي على 2 فراح يكون أطول من الاثنين من أمه وأبوه وبالنسبة للبنات ناقص 13 تكون فأكيد العوامل الوراثية إذا أكو مشكلة هرمونية بعض العوائل يأخذون الطول بالبداية وبعدين يبلغون كلش من وقت وبالنهاية هو راح المحصلة يكون طوله طبيعي خلاص نعم. أخذ الطول الطبيعي طيب شلون أدارك الموضوع ثاني مثلا أعرف أنه ابني أقصر من أقرانه وأريد يعني أدارك الموضوع يعني صحته جيدة لكن فقط مشكلة الطول عندي شلون نعم. أقدر أعالج الموضوع هنا يعني أني كأم دا انتبه انه قلنا لبسه مدري حتى مثلا متغير. بالنسبه لاخوه صغير اخوه نعم. دا يطول وهو بعده متوقف وهو بعده نعم. انا اول شيء اروح اراجع مركز الرعايه الصحيه الاوليه راح يقيسوا لي الوزن والطول اكو مخطط للنمو هذا المخطط بي منحني الوزن وبي منحني الطول لكل عمر اكو حد طبيعي بالنسبه للوزن وبالنسبه للطول نعم. زائدا اكو مخطط ثالث اللي هو يحدد لي سرعة الطول نعم. اللي يحدد لي هذا النمو طبيعي او لا فاول شيء احنا لازم نقرر ايه هذا الطفل هل هو قصير او هل هو اطول من اقرانه بشكل مو طبيعي هل هو وزنه قليل او وزنه عالي عنده سمنه ودرجه طيب. السمنه شنو هي لازم نفتح هذا المخطط طبعا للذكور يختلف عن الاناث اغلب المشاكل اللي تسبب قصر القامه اغلب المشاكل هي تغذويه يعني إذا نجي ننطيها نسب هي 10% فقط اللي تكون هرمونية نعم. الغالبا يعني إحنا إذا نريد طفل ينمو صحي سليم نعم. ما عنده أي مشكلة لازم يكون الحمل سليم صحة نعم. الأم سليمة نعم. ولادة طبيعية بيئة سليمة عادات تغذوية سليمة حالة نفسية جيدة نعم. ها كل العوامل عفواً تقصدون ولادة طبيعية مو شرط أنه يعني قيصرية أيضا يعني صحية يعني ماكو مشكلة صارت نعم. بأثناء فترة نعم. الولادة حتى يعني يتضح الأمر بالضبط نعم. عسر الولادة أو شيء لا هي يعني نقصد ولادة صحية أكثر صحية نعم. أكثر يعني عادي هي تكون قيصرية ممكن تكون طبيعية نعم. نعم أحسنتم هذه كلها تأثر يعني تجين مثلا الطفل اللي يربى بعائلة الأب موجود الأم موجودة أكو تناغم أسري موجود عادات نفسية. إذا طفل لا مثلا أحد الأبوين لا سامح الله متوفي أو منفصلين ما ممكن يكون النمو مالته مثل الطفل يعني أثر. طبعا أكيد نسبة الأثر تكون أكبر من الهرموني أو من الحالات اللي خلينا نقول اكو بعض الاطفال عندهم امراض مزمنه مثل حساسيه الحنطه بعض الامراض التنفسيه مشاكل القلب التشوهات هواي عندك امراض مزمنه تاثر على النمو طيب دكتور بما انه نتحدث عن الاطفال واحنا عندنا مشكله اليوم الاطفال بالمدارس ورياضي الاطفال ذكرتي انه واحده من اسباب اختلاف الطول اللي هي مساله التغذيه طيب عندنا مشكله تعاني منها يعني اولياء الامور وخاصه الام انه تنتبه الطفل
داخلها، في بعض الأحيان تكون شهيتها للأكل جيدة ولا بأس بها، تجي أيام يفقد الشهية، ترجع مرة ثانية الشهية يعني يتقبل الأكل ويتقبل اختلاف يعني الفواكه والشغلات إنه يقبل عليها ويأكلها. خلينا نعرف إنه حل لهذه المشكلة، وهل هذا الوضع طبيعي؟ يعني مثلا تكون حالة نفسية مثلا إنه يترك الأكل، شلون أنا أقدر أستمر؟ أريد يعني تعرفين على رغبة الأمهات تتمنى إنه طفلها دائما يقبل على كل المواد الغذائية ودائما يعني أكله مستمر. طبعا هي فعلا رغبة أغلب الأمهات، بس من تجين تطبيق بالواقع. تجي الأم تشتكي ابني ما يأكل، دكتورة ما يأكل بالوجبة، يعني لو خاشوكتين لو ماكو، بس هل هو فعلا فاقد الشهية؟ زين يأكل شبس؟ إيه. يأكل نستلة؟ إيه. يشرب عصير؟ إيه. خلص انتهت هو معدة مالته إلى حجم صغيرة جدا. نعم. وهاي كلها مواد تأثر على شهية الطفل. فأنت يعني ده تطين حيز المواد هي غير صحية مقابل الأكل الصحي. فأولا لازم نقرر هل هو فعلا فاقد للشهية أو لا. مزاجية الأكل مالته، هو أغلب الأطفال يكونوا مزاجيين بالأكل، يعني مرة يحب الموز مرة ما يحب الموز، مرة يحب البيض مثلا خلينا نقول سلق أو طيق، مرة لا ما يحبه تماما أصلا البيض. فهذه الأم دائما تحاول تعرض أكثر من مادة لطفلها، والمادة اللي يرفضها مو معناه خلاص بعد، يعني خلاص بعد ما يأكل البيض مثلا لا، فست شهور ترجعين تعرضين عليه نفس الملاحظة جيدة أو تغيرين بطريقة يعني العرض مالتها. بعض الأحيان أمهات تقول أبني ما يأكل البيض خلاص خلتها قاعدة ثابتة أبني ما يأكل البيض. نعم. لكن نبهتين هذه حتى تصير وياي. نعم. إنه لا، إنه في بعض الأحيان ممكن تكون مزاجية أنها متقبلة هذا الموضوع. نعم. لهذا ممكن في بعض الأحيان نذهب إلى يعني الأهل أو الأقرباء فنشوف المادة اللي ما يأكلها عندنا بالبيت يأكلها. يأكل هوية من تصير مثلا لما أطفال موجودين شوفيها شنو هاي ما يأكلها أمي بالبيت. صحيح. ليش هنا بالضبط. هذا الشيء، الشيء بالشيء يذكر. تجي الأم ما يشبع الطفل، دكتورة أنا أريد فد نوعية معينة مع الحليب. زين ماما أنت منو اللي قرر إنه ما يشبع؟ ديبتشي خلاص. من أحسن أنواع الحليب هو حليب الأم لأن سهل الهضم، يعني يكون سريع الهضم مريح للطفل. فأنه الطفل من بكى مثلا ورا ساعتين وهاي معدته يعني هضمت الغذاء الحليب مال الأم، مو معناها هو ما يشبع من حليبك. اكو فد امور ثانيه احنا نشوفها مثلا تكرمون نقول كميه الحفاضات اللي دا تغيريها ايش قد، كميه الادرار جد، طب هو من دا تجي السوائل اذا هو ما يرضى رضاعة ثانية؟ ابسط شيء نقولها نقارن وزنه. هسه انت جيتي اول زياره اول الشهر، نجي بنهايه الشهر نقارن وزنه، اذا ماكو ثباتيه بالوزن او نقصان معناه الطفل يشبع من الغذاء. اكو فد امور ممكن انه يعني تستخدمها الام حتى انه وقت الرضاعه هي تدليك القدمين وبعض الامور اللي ما اعرف يعني صفحه الانترنت بالنسبه للرضاعه الطبيعيه تخلي الطفل يعني تطي رغبته. طبعا ما عدا انه اول 3 اشهر ما نسمح للطفل يعبر 3 ساعات بدون رضاعه، لازم يعني تقعده وتنطي رضاعه متاخره. بس كل ما يريد عادي تنطي الرضاعة. نعم. يعني أنت بعيدة عن تنظيم الرضاعات عندنا؟ لا أنا ويا بالنسبة للرضاعة الطبيعية مع أنه نطيها. نعم. كل ما يريدها بس. نعم. هذه اللحظة. نعم. عندك أكو فد حالة تصير اللي هي مسألة الارتجاع، الطفل يبكي لأن يصير عنده ألم، فمو كل ما بكى الطفل إحنا نتصور أنه هو جوعان، لا. أكو فد سبب ثاني يعني لازم أولا نقيم، هي طبعا تصير عندها خبرة الأم. صحيح. وتختلف من طفل لطفل إنه إيه هذا البكاء مالته، إيه هذا مال جوع، هذا البكاء مالته يريد ينام، هذا البكاء مالته يريد تغيير. بالضبط. إيه. ف يعني هي لازم تكون. أحسنتم. طيب نعود إلى مسألة الطول، الأغذية اللي تنصحين بها حتى إنه نساعد حتى الطفل إنه يزداد طولا. أول شيء وأهم شيء الأم تخلي قعدة الأكل في شيء محبب. صحيح. جميل نظيف. ممتع. نعم. يعني مو ضغط، دائما الضغط يولد ابتعاد الطفل عن هذا الشيء، يولد النفور. فدائما احاول احببه بالقعده التغذويه مالته. نعم. الوجبه. نعم. هاي واحده. اثنين ابتعد تماما عن السكريات، السكريات المصنعه، طبعا احنا ما نقصد الفاكهه. نعم. السكريات قدر الإمكان يعني تأثر مو بس على شهية الطفل، حتى على معدلات هرمون النمو بالدم كلش تأثر. النوم كلش مهم،
مهم للشهية ومهم أيضا المعدلات هرمون النمو. نعم. كل ما العفو يكون ينام من مبكر ويقعد مبكر. كم الساعات تقريبا إذا أريد أشوف ساعات إنه أخذت الساعات الصحيحة؟ هي حسب العمر مثلا. نعم. حديث الولادة 16 إلى 18 ساعة. الأعمار الأكبر اللي مثلا نقول 10 سنوات لا 8 إلى 10 ساعات. نعم. فتختلف حسب عمر الطفل. نعم. أهم شيء الساعة البيولوجية منظمة يعني إحنا ننام من وقت نقعد من وقت. صحيح. لا هو دي ينام دكتورة ينام هواية يقعد بالثنتين يقعد بالثنتين لأن هو نايم أصلا خلينا نقول بثلاثة أو بالثنتين. فمن تحسبها دولي 12 ساعة نايم بس هي النومة مالته كانت غلط. صحيح. إحنا عندنا نظام هرموني مرتبط بالساعات الليل والنهار. إذا أكو ليل أكو إفراز لهذا الهرمون. صحيح. إذا أكو نهار ماكو إفراز لهذا الهرمون. لازم الشروط أنه نايم هذا الشخص. كلش مهم انه اني اوقت يعني الساعه البيولوجيه مالت الطفل. نعم. طيب في فتره المراهقه بعض الاطفال او بعض الفتيات والاولاد يعانون من مساله الطول ويخجلون من عندها فيلجؤون الواحده من الامور اللي هي مساله الرياضه والتشبث ببعض. نعم. الاشياء. نعم. فعندهم فكره انه هذه تنفع، هل فعلا انه هذه تنفع انه بزياده يعني بزياده الطول؟ الرياضه كلش مهمه للطول، كلش مهمه، واذا تردون الرياضه رقم واحد هي. نعم. السباحه. جميل. من بعدها الجري، يعني هاي اللي تسوي الجسم خلينا نقول ممشوق، القفز. بالنسبة للعقلة، العقلة يعني إذا تريد تطول فهي تطول الأطراف. بالنسبة أنت ذكرتي المراهق، المراهق هنا كلش مهم المرحلة من المراهق. إحنا عندنا 5 درجات للبلوغ. يا درجة أني واصلة إيش قد بعد عندي مسموح حتى زين، ليش هو قصير بهذا العمر؟ إذا أكو فت خلل موجود، يا أما هيكلي، هي هاي العائلة البنية الهيكلية مالتهم قصار يعني ما عندهم مشكلة هرمونية ولا مرضية، أو إنه لا أكو مشكلة هرمونية وما لقفناها من البداية. يعني مثلا تجي بنية عمرها 17 سنة بالغة أو صار لها سنتين وهي طولها 137، هنا بعد خلاص قفل العظم بعد. نعم. يعني ما نقدر نعالج لا حتى بالعقلة ولا يعني بأي شيء. هذا كأنه تنبيه لأولياء الأمور إنه لازم تنتبهون. أنت بس تحسين. نعم. أكو مشكلة، يعني مجرد الأم دائما على حق من ناحية الأعراض اللي تشوفها على أولاد. بس تحسين أكو مشكلة بالوزن بالطول روحي تشيكي زيارة روتينية، مو إلا انه اي راح تفاجئ انه عنده ابني ما يجوز يطلع طبيعي. نعم. بس اني اروح اطمئن. احسنتي. نعم. بارك الله فيكم. بعض الفيتامينات اللي تنصحون بها مثلا الفيتامينات الجانبيه الى جانب التغذيه مثلا. نعم. يمكن انه يتناول السمك او البعض ما يحب. نعم. هذه الاغذيه مثل. نعم. اللي يحتوي اوميجا 3 وغيرها. الدجاج انه ياخذ شيء بطول. أه. البيض، الدجاج. نعم. الموز اذا من ناحيه التغذيه. نعم. الفيتامين اهم فيتامين للاطفال من عمر يوم. هو فيتامين دي. من عمر يوم نبدي احنا الى عمر 6 شهور نعطي 400 وحده دوليه، يمكن ذاكريها بلقاء سابق. من 6 شهور الى سنه 600 وحده دوليه، بعد السنه 800 وحده دوليه. بروتوكولات تقول اني انطي العمر السنتين، بروتوكولات تقول اني انطي العمر الخمس سنوات. نعم. واكو بروتوكولات بعض الدول الاوروبيه تطي للعشر سنوات خصوصا اللي هم ما يشوفون الشمس هوايه. هذا الفيتامين جدا مهم، واحنا نقولها للام من عمر يوم تبدين تعطين الطفل. نعم. الفيتامين الثاني او العفو المعدن الثاني المهم للطفل اللي هو الحديد. نعم. جدا مهم. فاكو عندنا زيارات معينه موجوده بالمراكز الرعايه الصحيه الاوليه، اكو اعمار معينه احنا لازم نسوي فحص. ممكن انه يسوون تشيك اب للطفل طبعا. اي اني افحص مخزون الحديد. واحده من اسباب فقدان الشهيه. نعم. ليكون الطفل عنده نقص بالحديد. نقص بالحديد. الحديد يأثر حتى على المشي مثلا. احنا كلنا نقول بالضبط. نعم. المزاج كلش يتأثر بالحديد. نعم. نقول ليش متأخر بالمشي، مو بس نركز انه خلاص لازم نعوض فيتامين دي وكالسيوم، لا نحتاج الحديد. أحسنتم. حديد اذا الدم سليم وماكو شيء هو اللي ينقل الغذاء والاكسجين الباقي اعضاء الجسم. ان شاء الله تكون هذه كل المعلومات والمحاوره تحدثنا بها تكون ذات فائده للجميع، ومثل ما ذكرتوا يهتمون بمساله الاهتمام ومراجعه يعني المراكز الصحيه جدا مهم. جدا مهم بالذات القصر القامه، يعني احنا
يعني مثلا نتألم على بعض الشباب او البنات يراجعون باعمار متاخره وما نقدر نسوي احسن كان ممكن نعالجها يعني. فعلا شكرا جزيلا لكم دكتوره سماهر اخصائيه الاطفال وكذلك الغدد الصماء، شكرا لي يعني ظهوركم معنا واثراءكم الحلقه. اهلا وسهلا بكم وشكرا لكم على هذا البرنامج الممتع والجميل والمفيد ان شاء الله للعائله الكربلائيه والعراقيه. كل التوفيق يا رب.